فضيلة الإمام، فيما يتعلق بالصراط المنصوب فوق جهنم، هل الناس ستقتص من بعضها في هذه المرحلة أم لا؟ قبل الصراط. قبل الصراط. يعني نعم. بعد الحساب. نعم. وكل واحد استشف النتيجة أو النتيجة المبدئية، لأنه عاملة تعرف زي القضاء كده، يعني مراحل، في مراحل. فقبل في مرحلة من مراحل قبل الصراط هيحصل القصاص، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن أن هناك قصاصا حتى بين الحيوانات. نعم. حتى يقتص للشاة القرناء من الشاة الجلحاء، لأنها خبطتها من غير سبب وضربتها ظلما وعدوانا.